الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك وصفيك وخليلك سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة روح نبينا محمد وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين والتبوكيين والخيبريين والحنينيين والحديبيين وسائر صحابته كلهم أجمعين وإلى حضرة روح شيخنا محيي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخنا أحمد الكبير الرفاعي وشيخنا أحمد البدوي وشيخنا إبراهيم الدسوقي الهاشمي القرشي وشيخنا أبي الحسن الشاذلي وسائر مشايخنا وأساتذتنا وساداتنا كلهم أجمعين يا رب العالمين اللهم صل إلى حضرات أرواح جميع ساداتنا وجميع مشايخنا وجميع أساتذتنا كلهم أجمعين اللهم بحقهم وبجاههم وبعزهم وبكراماتهم وببركاتهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا ولمن حضروا في هذا المجلس المبارك العظيم ولمن يحضرون بعد يا رب العالمين اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض أحبابنا يا شافي الأمراض اللهم يسر مصيرنا وعسيرهم وسهل أمورنا وأمورهم وفرج أحزاننا وأحزانهم يا مفرج الأحزان يا ميسر الأمور يا شافي الأمراض اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم ثم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أساتذتنا كلهم أجمعين وجميع من يحبوننا وجميع من نحبهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة.